بعد ما نروح حوالي شهر على اخر مره سويت بيها رده فعل، واخيرا دارين بيوتي نزلت اغنيتها الجديده بعنوان ارتاح. اوكي ما راح ندقق كلش بالاسم، خلونا نسمعها ونقيمها ويلا نبدي. طبعا نبدي بالتدقيق، فمثل ما شايفين مكتوب اخراج دي بي جاد، واللي ما يعرف شنو يعني فهو نفس الشخص اللي يغني ويا دايلر، فطبعا اكيد هيش حتكون مستوى الاغنيه. ارتاح انا بدي لو يوم ارتاح انا حاسه اليوم بفوت مليون سنه. يا حبيبي نارين بيوتي راح تغني بالمصري، وانا صراحه مو متاكد لان ماكو ولا كلمه مفهومه. شكلها نارين كانت نايمه وفجاه غصبوها انه تسجل اغنيه، لاني كاني سمعت تقول بدي نام. بابا قتلت اللي فات اللي كان سبب بره، بابا والذكريات اللي تنقلب بره، بابا قتلت اللي فات اللي كان سبب. طبعا بخلاف حركات ريدر بابا برا بابا شكلها شويه متاثره، ومن الواضح انها مصدقه نفسها رابر. ما اقصد اي شيء. المهم بالنسبه للتحريات اللي عندي فاتوقع هو ديستراك على مو لما قالت تقتل الماضي، فبما انهم حاليا اثنيناتهم ما يحتون يعتبر مو صار من الماضي فهي تقصده بهذا الكلام، وطبعا تقصد اشياء وياها كالعاده، هاي تحريات مو اكثر. بدي افرد جناحي مثل الطير، يهمني راي الغير لو امشي عكس السير. اوكي انا ما دخلني، مجرد حبيت احقق امنيه نارين فهي سويناش عصفور ومشيناش عكس السير. بايخه صح؟ اوكي حطلع برا. يعني هو بالنهايه حبيت اسوي خير مو اكثر. بدي ارتاح انا ارتاح انا بدي لو يوم ارتاح انا حاسه اليوم يفوت مليون سنه. بدي ارتاح انا يا اخي خلاص والله افتهمنا، تريدين ترتاحين روحي كملي نومتك، ما حد قال ان واحد بالاغاني رح يرتاح، الحال نقفل المستشفيات واي واحد يتعب يروح يغني. طبعا بالنسبه لصوت النارين فبخلاف كميه الاوتوتون اللي بيه، ولكن الصراحه احسن من اغانيها السابقه، وحتى المونتاج مال الاغنيه الصراحه رهيب. حغير اتجاهي اصل بوصه مني تاهت، شيطاني جوا مني بيكلمني وقلبي ساكت، شو فرق معي اللي كان منافق. بخلاف كلمة المنافق طبعا صراحة من الواضح انه نارين مو كلش ضابطة اللهجة المصرية، ولكن بالنسبة شوية تحريات فنارين بيوتي قبل ما تنزل الاغنية قالت انه هذه الاغنية عنها وهي راح تكشف حقيقة بيها، مثل ما لاحظنا اغلبنا بالفيديو كليب انه هي لابسة فستان العرس اكثر من مرة، فما ادري الصراحة هل هذا يعني نارين بيوتي بالماضي كانت راح تتزوج، ولكن هذا الشخص اللي تريد ترتبط به طلع منافق وانه هي تريد تنساه، ما ادري الصراحة. اكتبوا لنا رايكم بالكومنتات هل هذا الموضوع صح او لا. اوكي خلصت الاغنية، بالنسبة للتقييم فبرأيي تروح تكمل نومتها احسن. اوكي خلاص اسف ما اقصد شيء، صراحة الاغنية جدا رهيبة بخلاف ردة الفعل فهي مجرد مزح مو اكثر، لكن الصراحة برأيي انه اغانيها السابقة شوية افضل. ما ادري صراحة اكتبوا لنا بالكومنتات رأيكم هل هذه الاغنية افضل من اغانيها السابقة او لا، وطبعا رابط الاغنية بالوصف فروحوا فجروها كلكم، وبس مع السلامة.